لك موقف صغير حصل اتفضل. معايا. انا طلعت مع مستر اوسوريو، ما كنتش طالع متصعب، كنت طالع مصاب في الانكل، مخبوط عندي كدمه في الانكل، وطلعت اتاهل، طلبت منهم ان انا اتاهل فوق. ماشي تمام. والراجل شافني مين دوت، فبعد ما خلصت تاهيل قال نزلوه نشوف لا حد في النادي مدير الكوره قال شوفوه لو كده الراجل يكتب فيه تقرير ويرحمنا من الصداع بتاعه، عشان ده صداع، الولد ده صداع. خلاص الراجل اوسوريو يا كابتن، مستر اوسوريو قال ان ده مستقبل النادي، كنا واقفين كلنا اللعيبه كلهم. الكلام طبعا كل انا بقول على الملا يعني، لو في حاجه غلط الناس كلها تطلع ترد يعني. قال ده السيد مستقبل النادي في نص الملعب بعد رؤى ودونجا والسيسي والناس دي كلها. وهقول لك حاجه برضه يا كابتن مهمه قوي، مستر اوسوريو كان عايز يدخلني ماتش الاهلي والزمالك، قالوا له ان انا مش متسجل. ماتش الاهلي والزمالك ايه؟ اللي هو كان في التوقيت اللي كان فيه مستر اوسوريو. كان عايز يدخلها في القايمه. الراجل اعجب بيا جدا، الراجل قال ان انت بتتعامل بشكل بروفيشنال، بتلعب جامد في التمرين، وده ضرني. ان انا كنت بلعب جامد في التمرين ده ضرني. ليه؟ الناس ما بيحبوش حد يلعب جامد عليهم. وانا في الفريق الاول؟ وانا كنت غلطان. انا المفروض برضو حتى كابتن مدحت عبادي، انا فاكر كلمتين قالهم لي لما انا برضو كابتن، موضوع ان انا كنت بخش النادي قافل بقي واخلص تمرين واروح ده ضرني. كابتن مدحت عبادي قال لك ايه؟ كابتن مدحت عبادي قال لي ما تسيبك بقى من الجو دوت، ما تفكرش ان انت جاي تقعد دونجا وراه السيسي وتهدى بالراحه على نفسك كده في التمرين.